نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي شريط فيديو يظهر أن النفق الذي احتجز فيه 6 إسرائيليين في رفح قتلوا أثناء عملية عسكرية فاشلة لتحريرهم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هدف الجيش من نشر التوثيق هو الضغط على المستوى السياسي لقبول صفقة تبادل وزيادة التأييد لها. وفي أعقاب نشر الفيديو، دعا وزير الأمن القومي إتمار بن كفير إلى قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.